ويذكر بعض أهل التاريخ والسير أن أول من تسمى بالرحمن هو مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، وكان يسمي نفسه رحمن اليمامة، حتى إنه لما كان الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل وقال: اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم فلا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصد مسيلمة الكذاب، كان يتسمى بالرحمن. أما غيره فلم يتسمى أحد بهذا الاسم، ولم يسمي الله به أحدا من عباده، وإن كنا كما قلنا سمى العزيز وسمى الملك وسمى رؤوف ورحيم، لكن الرحمن أبدا، فهو من أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى بعد اسمه الله.